النهضة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر مع تسجيل أرقام إيجابية في الصادرات مكسب مهم للجزائر أكثر، خاصة مع بداية استغلال المشاريع الاستراتيجية الكبرى واستلام مشاريع ذات بعد قاري لتحقيق الهدف المسطر، وهو بلوغ 29 مليار دولار صادرات خارج المحروقات آفاق 2030. الاستراتيجية الكبرى استلام مشاريع ذات بعد قاري كالطريق الذي يربط تندوف وزويرات في موريتانيا، ومشروع الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر وليغوس في نيجيريا، والذي قررنا تحويل جزئه الجزائري إلى رواق اقتصادي ونراهن عليه للولوج بقوة للسوق الإفريقية من خلال ربط موانئ بلادنا في الشمال بالعمق الإفريقي للقارة، ليشكل محوراً رئيسياً لتنمية التبادلات التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية. مشاريع تراهن عليها الجزائر للولوج إلى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية تعكس التوجه الجديد نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره والتقدم على مسار الانخراط في سلاسل القيم العالمية. هناك الكثير من ربما نقاط القوة والعوامل التي تعول عليها الدولة الجزائرية، خاصة مع تسجيل أكثر من 7000 مشروع استثماري لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات. عدد كبير من هذه المشاريع سيدخل حيز الخدمة قريبا وسيساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات. إضافة إلى ذلك هناك مشاريع هيكلية هامة، خاصة مشروع الجزائري القطري لصناعة الألبان ومشروع الجزائري الإيطالي للزراعات الاستراتيجية. أيضا الجزائر تعول كثيرا على القطاع الفلاحي الذي عرف وثبة قوية، ناهيك عن بداية دخول حيز الخدمة لعديد من المشاريع في القطاع المنجمي والمعدني. الإصلاحات العميقة والهيكلية التي باشرتها الجزائر من خلال تحسين بيئة الاستثمار وترقية التجارة الخارجية وتشجيع المبادرات واعتماد الرقمنة مع إصلاح السياسات النقدية بدأت تؤتي أكلها وتضع الاقتصاد الوطني في السكة الصحيحة، بما يستجيب لمقتضيات التحولات الاقتصادية في العالم.